السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. قد ترغب أحيانا بمشاهدة فيلمك المفضل أو مجموعة أفلام تفضلها على هاتفك أبل، سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود، وتظل إمكانية مشاهدة هذه الأفلام على هاتفك الذكي صعبة قليلا من ناحية تنزيل الفيلم وكذلك تنزيله على هاتفك الآيفون ومشاهدته في هاتفك الذكي. ولكن تواجهك أيضا مشكلة الترجمة، وربما كنت ترغب بمشاهدة هذا الفيلم باللغة العربية ولم تجد ترجمة مناسبة أو لم تجد طريقة تنزيل هذه الترجمة، وتوصلت بعدة طلبات من عدة متابعين تسألني عن طريقة إضافة الترجمة، وأنا بدوري في هذه الحلقة سأريك طريقة تستطيع من خلالها تنزيل الأفلام، سأريك أفضل طريقة تنزل من خلال الأفلام يعني بصيغة HD وكذلك إضافتها لهاتفك الآيفون، بل وإضافة الترجمة إليها كذلك وطريقة الحصول على أي ترجمة لأي فيلم تريده. لا تبتعد كثيرا وابقى معي حتى أريك هذه الطرق الثلاثة وهذه الطريقة يعني بأكملها في هذا الشرح. ابقى معي لنمر إلى الشرح بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا المشاهد الكريم ركز معي جيدا حتى تفهم الشرح، فكل ما تحتاجه هو هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود وكذلك كابل USB وكذلك جهاز حاسوب أو جهاز ماك يجب أن يكون عليه الآيتونز. الآن وبعد توفر هذه الشروط تنتقل إلى الموقع، أفضل موقع يعني لتنزيل الأفلام بالأجنبية يعني رائع للغاية ويقوم بتنزيلها بصيغة HD، هو موقع YTS. يمكنك كذلك تنزيل الفيلم من أي موقع آخر تريده أو إذا كان الفيلم موجود في حاسوبك دون تنزيله، ولكن أنصحك باستخدام هذا الموقع. الآن بعد الدخول إلى هذا الموقع سأنزل يعني فيلم أستهدفه أو فيلم أعجبني وأريد تنزيله. على سبيل المثال سأقوم بالبحث عن الفيلم Beautiful Mind على سبيل المثال. كما ترى ظهرت لي نتائج البحث، هذا هو الفيلم الذي أريده، أقوم بالضغط عليه هكذا. الآن كما ترى A Beautiful Mind هذا هو الفيلم، صيغة الفيلم يعني 720p وكذلك 1080p. أضغط هنا على داونلود، أختار الصيغة التي أريدها HD 720 أو 1080، أضغط على داونلود هكذا ويتم تنزيل ملف التورنيت الذي أريد تنزيل الفيلم من خلاله. طبعا يجب أن يكون برنامج أو أن يتوفر برنامج تورنيت في حاسوبك لتنزيل الفيلم. ستقوم بحفظ هذا الملف وبعد ذلك ستقوم بفتح التورنيت سواء كان يو تورنيت أو بيت تورنيت أو أي برنامج لتنزيل الأفلام أو التورنيت. كما ترى هنا بعد تنزيل الملف تقوم بالضغط على هنا ملف وإضافة تورنيت واختيار الملف الذي قمت بتنزيله من موقع YTS. كما ترى تم اكتمال تحميل الملف هنا او الفيلم، حجمه جيجا بايت و 300 ميجا بصيغة 1080p. كما ترى بعد تنزيل الفيلم تظهر لي الحافظة التي يوجد بها الفيلم، سيكون يعني هذا هو الفيلم. عندما تقوم بالدخول اليه ستجد في عنوان الفيلم هذا العنوان، تقوم ب إعادة تسميته أو نسخ الاسم هكذا بالضغط على Ctrl S أو بالضغط على زر الفأرة الأيمن واختيار Copy. ستجد معه عدة ملفات قم بحذفها، لا يهم صورة، ملف يعني SRT ترجمة وهذا، قم بحذفهم كلهم، يعني ابقي فقط الفيلم في المجلد. الآن تقفل المجلد وتنتقل إلى المتصفح مرة أخرى وإلى موقع Subsense، هذا الموقع الرائع في تنزيل الترجمة. الآن هنا في البحث لا تكتب اسم الفيلم بل قم بلصق عنوان الفيلم الذي قمت بنسخه لأنه يوجد نتائج مختلفة. كما ترى A Beautiful Mind 2001 1080p BRIBX 264YIFY، يعني تقوم ضروري أن تقوم بنسخ الاسم الذي أتى مع الفيلم. الآن تضغط على Subsense Search للبحث عن ترجمة. كما ترى ظهرت لي العديد من يعني الترجمات لي يعني لبحث دقيق أكثر. يمكنك الضغط على إديت واختيار أرابيك حتى يتم البحث عن النتائج التي باللغة العربية فقط هكذا، أرابيك ثم سيف تشينجز.
كما ترى فقط أظهر لي النتائج التي باللغة العربية. دائما اختر النتائج التي باللون الأخضر لأنها نتائج جيدة للغاية. تقوم بالضغط طبعا، يعني طبعا قم بالضغط على أول نتيجة، يعني أنصحك بالضغط على أول نتيجة. وحتى يعني لاحظ الاسم، يجب أن يكون هنا الاسم مثل هذا الاسم، كما ترى الاسم في النتيجة الأولى مثل هذا الاسم، أقوم بالضغط عليه هكذا. وبعد ذلك هنا هذه هي النتيجة، يعني من 10 دائما، إذا كانت 8 9 10 فهي نتيجة رائعة. أضغط على Download Arabic Subsent ويتم تنزيل ملف الترجمة. تقوم بفك الضغط عنه. على سبيل المثال لدي هذا الملف هنا، هذا الفيلم وهذه الترجمة العربية التي قمت بفك الضغط عنها. ربما قد تكون الترجمة ليست مثل اسم الفيلم، فقم بنسخ اسم الفيلم مرة أخرى هكذا Ctrl C وإعادة يعني تسمية اسم الترجمة بالضغط على Ctrl V أو لصق حتى يكون نفس الاسم. الآن تقوم بإنشاء مجلد جديد هكذا، وتقوم أيضا بتسميته بنفس الاسم هكذا. إذن كما ترى أصبح لي هذا الملف فارغ. أقوم بوضع الترجمة، ملف الترجمة الذي قمت بتنزيله من موقع Subsent، وكذلك الفيلم، وكما قلت لكم يجب أن يكون بنفس الاسم. الآن الذي يجب عليك فعله بعد تنزيل الفيلم وكذلك الترجمة من موقع Subsent وYTS أو أي فيلم من أي موقع، أو كان يعني سواء كان في حاسوبك أو أي مكان آخر، تقوم بالانتقال إلى هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود، يعني وتقوم بتنزيل أي برنامج بلاير، سواء كان جي بلاير هذا البرنامج الأصفر الذي تراه أمامك، برنامج رائع للغاية، أو العديد والعديد. اكتب فقط كلمة بلاير في متجر أب ستور وتستجد الكثير من المشغلات، ولكن أنصحك باستخدام هذا البرنامج. هو مدفوع ولكن في بعض الأحيان يصبح مجاني، يمكنك تنزيله من برنامج تونغبو أو المتجر تونغبو، هذا المتجر الصيني، أو إذا كان لديك جير بريك يمكنك تنزيله كذلك من المتجر تريكي. إذن سأقوم بالشرح على هذا البرنامج، وكما قلت لك أنصحك باستخدام نفس البرنامج. بعد تنزيله تقوم بتوصيل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود، طبعا يجب يعني تقوم بتنزيله، وبعد ذلك انتقل إلى الحاسوب مرة أخرى وقم بتوصيل هاتفك وفتح يعني بتوصيل هاتفك بالحاسوب وفتح الآيتونز. الآن تنتقل إلى هاتفك، بعد ذلك إلى التطبيقات، وتنزل إلى الأسفل. ستجد هنا برنامج جي بلاير في التطبيقات، تقوم بالضغط عليه. طبعا هذه أفلام قمت بتنزيلها مسبقا، سأقوم بمسحها حتى أشرح لكم. إن هكذا أقوم بحذفها فقط حتى أريكم الطريقة. الآن لم يصبح لي أي مستندات لهذا البرنامج، مستندات جي بلاير كما ترى لا توجد أي ملفات. أقوم بالضغط على إضافة ملف، أذهب إلى الملف الذي قمنا بإنشائه وحفظ الفيلم وكذلك الترجمة بداخله، كما ترى هنا A Beautiful Mind، كما ترى الملف وكذلك ملف الترجمة، الفيديو والفيلم وكذلك ملف الترجمة، قم بتحديدهم والضغط على Open. تنتظر كما ترى هذه الأيقونة تعني أنه يتم الآن إضافة الملفات إلى برنامج الجي بلاير. إذن كما ترى مشاهدي الكريم تم إضافة الفيديو وكذلك ملف الترجمة لبرنامج جي بلاير. الآن يمكنك فصل هاتفك عن الحاسوب، لا توجد أي مشكلة. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى برنامج الجي بلاير من خلال هاتفك وتقوم بالدخول إليه. إذن كما ترى ظهر لي هنا الفيلم وكذلك ملف الترجمة. ما يجب عليك فعله الآن بعض الخطوات حتى تشتغل لديك الترجمة بالشكل الصحيح. ستقوم بالانتقال إلى هذه الأيقونة التي بالأعلى في اليسار، أيقونة الإعدادات، ثم بعد ذلك تنزل إلى الأسفل وتختار من سيرفر FTP Arabic Windows. هنا تقوم بتحديد هذا الخيار وتقوم بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج. الآن ستقوم بالضغط على ملف الـ SRT وليس الفيلم الرئيسي. يجب عليك اختيار هذا الملف، تختار كود سوفتوير وليس كود هاردوير هكذا. كما ترى اشتغلت لي الترجمة بشكل صحيح. في حال لم تشتغل لديك الترجمة وقمت أيضا بالضغط على ملف الـ SRT، ستقوم بالضغط على هذه الأيقونة التي هنا وتقوم باختيار مسار الترجمة، تقوم بتحديد هذا الخيار، تقوم بتحديد هذا الخيار ويعني إزالة
علامة الصح من ديزيبل حتى تشتغل الذي يقوم بتحديد هذا الخيار. كذلك ترميز الترجمة يجب عليك اختيار الترميز من هنا أيضا Arabic Windows حتى تشتغل لدي. وكذلك فقط هذه الأعداد وتضغط تم. الآن كما ترى تشتغل لدي الترجمة بالشكل الصحيح. أراك الليلة ولا أعرف ماذا وداعا. كما ترى يا مشاهدي الكريم الترجمة تشتغل بكل سهولة. يمكنك أيضا استعمال هذه الطريقة لأي فيلم تريده باتباع هذه الخطوات. في حال لم تشتغل لديك الترجمة وكانت يعني بعض الحروف متقطعة يعني كلمة تسبق كلمة، يمكنك تنزيل أو الذهاب إلى الانتقال إلى موقع Subsense وتنزيل ترجمة أخرى دون يعني الترجمة التي قمت بتنزيلها سابقا. مثلا أنت قمت باختيار هذا الخيار، يمكنك اختيار خيار آخر في حال لم تشتغل لديك الترجمة، وستشتغل لديك بإذن الله بعد القيام بهذه الخطوات التي قمت بعملها في هذه الحلقة. إذا كما رأيتم أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد أعجبتكم وتمكنتم من مشاهدة الأفلام على هواتفكم أبل سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، وكذلك بمشاهدة الترجمة عليها. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب للقناة، يظهر الآن زر الاشتراك أسفل الفيديو علمني قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو، ولا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة thshreevw.com. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية. يمكنك كذلك طرح سؤالك إذا كان لديك سؤال أو استفسار أو مشكلة تقنية بالمرور عليه في البث المباشر كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش. يبتدئ البث المباشر ومجال طرح الأسئلة لأجيبك على مشكلتك سواء كان في حاسوبك أو في هاتفك الذكي آيفون أو أندرويد، وكذلك في بعض المجالات الربحية وأي شيء يخص التقنية. لم يبقى لي سوى أن أودعكم، أضرب لكم في موعد يعني في حلقة قادمة أو في حلقة الغد. إلى اللقاء.